الخلفيه العلميه بتاعتي شويه، انا باخد شخصيه، بقعد ادرس شويه شخصيه من الجوانب النفسيه بتاعتها، الجوانب الاجتماعيه الثقافيه، يعني بتقعد تحلل الشخصيه كده شويه، علاقتها بالشخصيات الاخرى بالاحداث، فممكن يبقى جانب من الجوانب دي مش واضح، فبتقعد تتناقش مع المؤلف ومع المخرج، يعني انا عايزين، انا حاسس ان الشخصيه في جانب منها محتاج يوضح شويه، مش بيبقى انت بتغير في الشخصيه او انك بتزود مشاهد ليك او كده، لكن ممكن ده يتعالج بمشهد مشهدين، يعني مش مساله انك بتطول الدور بتاعك، لكن في حاجات كده بتبقى محتاجه تتنور شويه، فده بيبقى حدود المناقشات، الا اذا كان الدور مش عاجبني من الاول او العمل فانا برفضه، يعني مش هشتغله، لكن طالما وافقت عليه بس بنقعد، انا شايف ان في حاجه هنا ناقصه او كده، بتكلم مع المؤلف ومع المخرج، وده بيبقى شيء مشروع جدا لينا، لانه قبل التصوير انت من حقك تتناقش جدا، ومن حقك تتكلم، ومن حقك تقعد مع المخرج، ومن حقك تقعد مع المؤلف وتتكلموا لغايه ما توصلوا للشكل الامثل للشخصيه اللي انتوا هتقدموها. بعد كده في التصوير بيبقى صعب شويه، لانه ده بيبقى وقت المنتج بقى، ما قبل ما المنتج ما بيكونش لسه دافع فلوس، فاقعدوا ان شاء الله نقعد سنتين نقعد نتكلم براحته، ما عندوش مشاكل يعني، لكن اول ما الكاميرا بتدور هو بيدفع فلوس، فتملي احنا بنعمل الحكايه دي ما قبل، الا اذا كان بقى اثناء التصوير جمله مش واضحه عايزين نوضحها، مش عارف ايه حاجات كده، فدي عادي اللي هو دي بتبقى مهمه. سأل حضرتك مع الكل ولا بيبقى في مساحه بينك والمؤلف تسمح؟ هي دلوقتي بقى عندي، دلوقتي يمكن ما عندي مساحه اكتر، وانا صغير قوي بقى ما كنتش اقدر، كان في موقف طبعا، كان مسلسل للاستاذ محمد جلال عبد القوي، الاستاذ محمد جلال عبد القوي اول ما طلعنا كان شديد شويه يعني، وكان يعتز جدا بكل حرف عنده، فكان الاستاذ مجدي ابو عميره بعت لي مسلسل، فقلت له الدور، لا الدور مش يعني الدور ما مش عاجبني يعني، ده لازم يعني الدور يكبر شويه ومساحته كده مساحه، قال لي طب وايه يعني، طب عادي نخليك كلم الاستاذ محمد جلال عبد القوي وهو يعني يعمل لك اللي هو، انا طبعا كنت عارف انا محمد جلال عبد القوي، لا ده كان شاطني، فقلت له استاذ مجدي انت بتبيعني، قال لي ايه، قلت له لا اقول له انت تقول لي انا، وما اشتغلتش لان انا عارف، كنت عارف كويس جدا، هو ما كانش اما طلعت اشتغل يعني ما كانش يقبل، كان بيقعد في زي كمان كان استاذ اسامه نور عكاش، ما كناش نقدر نغير حرف لانه، بس هو مش مساله انه هو ما بيقبلش كمان، لانه كما نيجي نغير فنلاقي اللي كاتبه هو احلى من اللي انت هتغيره، بنحاول يعني برضه، بس ايه اللي هو كاتبه فتلاقيه هو احلى، فنلتزم باللي هو كاتبه، فكان بيقعد في اللوكيشن معانا، فما والحقيقه ان فكره انك تغير حاجه لاسامه نور عكاشه او تكتب انت جمله من عندياتك يعني، لا هو احلى يعني، احنا حاولنا برضو كده، برضو احنا في جمله كده تبقى بالنسبه لنا مش مستزغنها، لانه في الاخر انا اللي بقول يعني، انا الكلام لازم يطلع مني طبيعي ومش بتمثل، مش حافظه بقوله، لكن لما نيجي نعمل كده مع اسامه نور عكاشه ما بتمشيش، فتلاقي الجمله اللي هو قايلها هي الصح هي الاحلى، فنبدا خلاص بقى نتعامل مع، فكنا نتعامل مع كلام اسامه نور عكاشه يعني بالنسبه لنا ما فيش اي في حاجه، ومع كل تقريبا مع كان صفاء عامر الله يرحمه، مع محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه، الاساتذه الكبار دول ما كانش فيه اي تعديل في اي حاجه يعني، كفر دلهاب كان مكتوب بهذا الشكل،